اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ويمكن اخر فقره من فقراتنا عشان نستعد بقى للصلاه وكده. خلونا بس نرحب بضيفنا الكريم، اصغر عضو منشد في نقابه الانشاد، ربيع ياسر عبد السميع. ازيك يا ربيع؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. طيب زي الفل. قول لي انت عندك كام سنه؟ عندي 10. في سنه كام؟ رابعه ابتدائي. رابعه ابتدائي، تمام. من سكان القاهره هنا ولا منين؟ من مدينه نصر. من مدينه نصر، تمام. قول لي ابتديت امتى واكتشفت، يعني مين اكتشف موهبتك في الانشاد؟ بابا يعني علمك القران وكده ولا مين اللي علمك الانشاد؟ لا، هو بابا. انا بدات انشاد من سنه ونص، فبابا كان بيروح نقابه انشاد ديني، فكنت بروح معاه، فيعني كنت بقعد بس اسمع اللي هم بيقولوه، فكنت بحاول ان انا اردد وراه. فهو بقى يعني لما كنت لما هو بابا كان بيروح البيت بقعد واشوف هو بيقول ايه واقعد اردد وراه. تمام. لما كنت بحفظ بقى حاجات، فبابا اكتشفني وشافني صوتي حلو، فروحت نقابه انشاد ديني واختبرت، والحمد لله نجحت يعني. طب خلينا نقف عند النقابه هنا، عايزين نسمع حاجه ونرجع نتكلم ازاي بقى انضميت للنقابه والوضع كان ماشي ازاي. سمعنا حاجه. يا كعبة ربي أهواك، والقلب يهيم لذكراك، ودموع الشوق تغالبني، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك، وزمزم نبع من كوثر، مسك ممزوج بالعنبر، فيض فواح ومقرر، إن ذقته تطلب أكثر من نهر الجنة مجراك. جبريل قد فجر من نهر الجنة مجراك، جبريل قد فجر ماك، يا كعبة ربي أهواك، يا كعبة ربي أهواك، والقلب يهيم لذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. عند الصفا خلت عيوبي، أحزنني جرمي وذنوبي، يا نفس عن ذنبك توبي، لله الواحد وأنيبي، بدلي كل خطاك لتكون الجنة مثواك، بدلي كل خطاك لتكون الجنة مثواك، يا كعبة ربي أهواك. أحسنت يا ربيع، برافو عليك. تمام. عارف الدنيا حر طبعا وانت عرقت والدنيا، معلش معلش. طيب قول لي، احنا وقفنا لغايه موضوع ان انت انضميت للنقاب، امسح عرقك مفيش مشكله. عملت ايه بقى لما انضميت للنقاب؟ رحت وعملت ايه واختبروك ازاي؟ وانا يعني انا حاليا دلوقتي بدرس مع الاستاذ حسام صار والدكتور احمد حجازي. تمام. طيب قول انا ما درستش في نقابه الانشاد. ما درستش لسه. طيب تمام. لكن هم شايفين، عشان بس هي بعيد قوي علينا، بس هم شايفين فيك ان انت حاجه كويسه مبشره، فابتدوا ان هم يساعدوك. طيب قول لي البيت، يعني والدك وقف جنبك، والدتك بقى ابتدت تقف جنبك هي كمان، ولا قالت لك بقى ذاكر وكده؟ لا، هي ولا بين الاثنين يعني. ذاكر وخلي بالك من الموهبه بتاعتك وكمل فيها. يعني مثلا ببقى قاعد مثلا وانا بذاكر،
اذاكر واكتب واجبي واحفظ دروسي وكده، ومثلا نص ساعه افتح النت على الانترنت يعني، واجيب مثلا الشيخ محمد عمران، الشيخ محمد الفيومي، كل ده اللي هو التراث القديم. كنت بسمع يعني الشيخ محمد عمران، كنت بسمعه قوي يعني، عشان كنت يعني كنت حابه. تمام، عايز تسمعني حاجه؟ ماشي، نسمع. سمعني. على سيد النبي صليت، وللجنة كمن حنيت. على سيد النبي صليت، وللجنة كمن حنيت. كلامه قمة المعنى، وحبه جنة تجمعنا. يا ريت يا اللي انت تسمعنا، تقول انك عليه صليت. الله 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 الله، على سيد النبي صليت، وللجنة كمن حنيت. يغير البدر من نوره، ده نقطة قليلة في بحوره. يا رب نحج ونزوره، وأقول يا رب ليك لبيت. الله 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 الله، عيوني شايفة أنواره، وتبته بتحكي أسراره. ويا بخت اللي جه زاره، وشاف سيدنا النبي والبيت. على سيد النبي صليت، وللجنة كمن حنيت. بحن اللمسة من كفه، يطمني يقولي رديت. على سيد النبي سلم، أنين القلب تألم. دموع العين بتتكلم، تقول نفسي أشوف سيدي، ومنه الطيبة أتعلم. هايل، احسنت يا ربيع، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. وقتنا جري بسرعه، لكن احنا متابعينك وعايز اشوفك كده اكبر منشط في مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا. سعيد جدا بالحلقه النهارده، وعايز اقول لكل الناس، اي حد بيرفع علم مصر او بيعمل حاجه لبلده، مكانه هنا جنبنا وعلى راسنا من فوق. الناس اللي جت النهارده شرفتنا، سواء في العدو والجري رمضان، الشباب الجميل اللي كان معايا في الانترو، الشابه الجميله ايمان فتحي المصريه اللي عندها 16 سنه، الشاب الجميل ربيع ياسر ما كملش 10 سنين ومنشد قد الدنيا، وربنا يعني يكرمه ان شاء الله ونشوفه احسن منشد في مصر وفي العالم الوطن العربي. الحاجات الايجابيه دي ده دورنا ان احنا نبرزها. اي حد حاسس ان هو يقدر او عمل حاجه لبلده، طبعا زي ما حصل بيتواصلوا معانا، احنا متواصلين معاكم على طول، ومكانكم هنا وعلى راسنا من فوق. تلفزيون بلدكم عامل لكم شغل جامد جدا في رمضان، تابعونا، تابعوا ماسكيرو في رمضان، ان شاء الله هنلم تاني الاسره وهنقعد قدام التلفزيون زي زمان، زي ما اتعلمنا احنا في الثمانينات والتسعينات، وهنقعد كده كلنا تاني، ومش هنمسك الموبايل ولا الانترنت واحنا قاعدين بنتفرج مع الاسره، هنحترم الناس اللي قاعدين جنبنا. الناس بتزعل على فكره، اهالينا بيزعلوا مننا واحنا ماسكين الموبايل وقاعدين، هما بيكلمونا قاعدين عايشين في عالم تاني خالص افتراضي. نحاول ان احنا ناخد رمضان ده ان شاء الله في اللمة والتواصل، وان احنا نقرب من بعض اكتر، ونرجع لمة العيلة حوالين التلفزيون المصري. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله بكرة فريق عمل جديد من مصر جميلة، ويا رب ان شاء الله هتفضل جميلة طول العمر.